وإلى جولة عن أخبار الأهلي في الصحف والمواقع، والبداية من الأهرام. استاد القاهرة يستضيف الأهلي في دوري الأبطال. الأخبار: الأهلي طاير في ملكوت الدوري. الجمهورية فلكياً شياطين أبطال الدوري في مارس. المساء عودة معلول وسمير وهاني أمام الأسيوطي. الوفد البدري الثقة الزائدة وراء ما حدث أمام المقاولون. المصري اليوم 5 وخميسة عليك يا أهلي. الوطن سبورت أيمن أشرف سعيد بإشادة جماهير الأهلي. الشروق 6 مارس موعد انطلاق مشوار الأهلي الإفريقي. اليوم 7 الأهلي يعلن حقن ربيعة مرتين بالبلازما في ألمانيا خلال أيام. وفي فيتو البدري الأسيوطي فريق قوي ولديه جهاز فني مميز. في الجول مدرب الأهلي فحص طبي لثلاثي الدفاع المصاب. يورو سبورت عربية الخطيب يزور نجم الأهلي في ألمانيا.